أستاذ طلعت السرجاني، حوارنا مع زياد الجيل الثالث أو الرابع فهمنا كده أو حكالنا أنه التاريخ ممتد لسنين طويلة جدا. طبعا. بس من زاوية حضرتك بقى، استلمت الشغلانة عمرك قد إيه؟ كشغل كان عندي محل بتاعي وأنا 25 سنة. 25 سنة يعني، لكن قبل كده طبعا لا يعني في الشغل وبروح المصانع وبروح التجار وافهم واتعامل وكده. في الرحله الطويله بقى دي، من اول ما استلمنا لحد كمان ما حضرتك بتسلم اجيال تانية، دي حاجه مميزه قوي في عيله السرجان. طبعا. ايه اللي حضرتك شايف انه اتغير على مدار السنين اللي فاتت في تعامل الناس مع الدهب، في علاقتهم بالدهب؟ يعني طول عمره عند المصريين يقولوا كده زينه وخزينه. طبعا. مش كده؟ في حاجه اتغيرت في العلاقه دي؟ طبعا اسعار الذهب اختلفت، الذوق العام اختلف، القدره الشرائيه اختلفت. طبعا يعني الاول كان الغوايش دي حاجه رئيسيه. دلوقتي ان الغوايش فلوس، الست عايزه فلوس بتعلى غويشه وتبيعها. ايوه، فلوس كتير وتعمل ان مفيش خزنه في البيت او بتاع، فكان ده اساس. لكن دلوقتي بيبقى عايزين الحاجات الناعمه اكتر اللي تتلبس كده. حضرتك قلت لي كلمة حلوة قوي قبل ما نبدأ تسجيل، انه في فرق بين السايغ والجوهرجي. طبعا فرق كبير. ايه الفرق؟ يعني السايغ سايغ يعني بيشتغل في الذهب، بيشتري ويبيع بس خلاص شكرا، لكن ما يقدرش ياخد اوردرات، ما يقدرش ياخد طلب حضرتك عايز تعمليه يعني بأي صورة. بتدي مثلا سنتي في 2 ملي في ملي واتنين في خاتم حجر مقاس كذا في كذا، يعني التخيل اللي انت عايزاه بيتعمل. فمش كل واحد لازم هو يفهم الطلب كويس قوي وفاهم في التكنيك كويس قوي عشان يقدر يقول لك ايه اللي ينفع ايه ما ينفعش، ويوصله للمنفذ عشان يطلع بالصوره الاكمل. وعشان كده حضرتك شايف انه الذهب ما ينفعش او مش الطف حاجه انه يبقى خطوط انتاج كده متكرره؟ لا، كتير. لا، خطوط انتاج دي كويسه قوي للعامه. لكن لو حضرتك هتلبسي حاجه مميزه دي غالبا بتتعمل بالطلب. وبيفرق كتير في سعرها ولا لا؟ يعني بتفرق طبعا شويه ان يعني بتعملي وان بيس. يعني الذهب دايما يعني في الكلام عن الاقتصاد دايما تيجي سيره الذهب والكلام عن انه عنصر مهم لتقييم الاقتصاد. طبعا. هل صناعه الذهب في مصر ممكن تاخد دفعه تدعمها وتخليها تنطلق عالميا مثلا؟ طبعا. دي يعني ايه اللي تتمنى حضرتك يحصل؟ اتمنى ان احنا نعمل مقارنه بيننا وبين الدول اللي حوالينا ونشوف هم من حيث القوانين عاملين ايه، ومش هنخترع، هنعمل نشوف ايه الاحسن ايه ونعمله. ايه اللي ممكن يساعد حضرتك من قوانين فيسهل يعني الاستيراد والتصدير والسماح بدخول ذهب وطلوع ذهب؟ يعني بره في مصانع بتعمل ما بتعملش المنتج كامل، يعني بيعمل البريمه مصنع وبيعمل الحمصه مصنع والسلسله مصنع، وبتجمع الكلام ده وتعمل الفن بتاعك. كل ما حتى في ايطاليا نفس الكلام، وبعدين في شغل كتير بتعمل نصه مكن والنص التاني يدوي عشان يطلع مختلف. لو كله مكن هيطلع كله ستاندر بالظبط، مش هتبقى فيه الصنعه، مش هتبقى فيه الصنعه يعني عليك. هتبقى عمليه كله زي بعض. لكن لما يبقى عندي التشكيلات وانت تقعدي بقى تجمعي ده وتجمعي ده وتجمعي ده، فكل مره بتطلعي شكل مختلف. يعني لو عملتي حاجه المره الجايه هيبقى فيها اختلاف، فيها شكل وفن اكتر. وفن اكتر. ايه الحاجه اللي تسلمها للناس او للاجيال اللي بتتعلم على ايد حضرتك النهارده في الصنع في شغلانه الجوهري؟ لازم يحبها. لازم يحسها. لازم يبقى عنده عين يشوف بيها، عشان مش كل واحد بيبص بيشوف. يعني مش كل واحد بيبص بيشوف حاجه طبعا. ان هو ممكن الحته مش عدله، ملوحه عاليه واطية. يعني الجوهرجي عشان كلها حاجات دقيقة قوي فبيلقط غير الصايغ. يعني الجوهرجي بيبقى عشان حاجات دقيقة قوي يقدر يلاحظها. فلازم هو يتدرب انه يبص ويشوف ويبقى عنده حاجة يحسها جميلة. مش يعني فن، يعني حضرتك بتتكلم عنه اكنك بتشوفي لوحة. ما هي الفكرة ان كل طلب مختلف، فكل طلب بيمتعك.
انت ما بتشتغليش، انت بتشتغلي عشان تستمتعي. كل الناجحين قالوا لنا كده انهم بيشتغلوا عشان يستمتعوا مش بس، وبننجح يعني في السكه. أيوه. القصه مش قصه فلوس يعني، القصه انك بتعمل حاجه بتحبها وانت فاهمها وحاسسها وحاببها. انا بشكرك جدا جدا، وانا واحنا حبينا الوقت اللي قضيناه هنا في المكان الجميل ده. هنقوم ناخد كمان جوله كده ونتفرج على الحاجات الحلوه. شكرا.